من بيروت ينضم إلينا عبر سكايب الكابتن الطيار فادي رمضان. أهلا بك كابتن فادي. يعني أول سؤال سأطرحه لك، لفتني جدا الاسم الذي اخترته على حساباتك على منصات التواصل، لماذا الضبع؟ الضبع ميركس. ميركس هي صدفة البحر اللي بيطلع منها اللون البنفسجي، والضبع هو حيوان المفضل وكمان حيوان لبنان الوطني وكمان مهدد بالانقراض. هلا هو الضبع المخطط مش الضبع المرقط، الضبع المرقط هو تبع افريقيا. نعم. يلي اكثر شيء مشهور. الضبع المخطط هو اقل شهره، يلي الناس بيعرفوا فيه، حنون مهضوم، فيك تعبطه ما تروح تعبطه، بس انه فيك اذا بدك، اذا كان ما نعم. تروح تعبط الضبع. اوكي. نعم. طيب كابتن فادي، دائما المواضيع المتعلقه بعالم الطيران هي مواضيع شيقه لاي شخص. ما هي الاسباب التي دفعتك لعمل هذا المحتوى ونشره على تيك توك؟ هلا مبدئيا المحتوى تبعي بلش معلومات عامه، واول شيء حتى كان جيمنج على الانستغرام، بس لما عائلتي صاروا عم بيعملوا لي شير لقصص معلومات عامه خاطئه او فيها دراما ومش القصه مزبوطه، اقعد صلح لهم اياها واقول لهم لا هيدي مش هيك هي هيك. اخي شيء قلت خيي انا حاعمل الفيديوهات، فبلشت معلومات عامه. نعم. من بعد فتره قلت يا خيي انا طيار. ليه ما بشارك الناس مهنة الطيران؟ يعني بصير احكي عنها اكثر واكثر. كمان يعني عندي من عائلتي كمان سالوني اسئله عن الطيران، او طبعا مو الفيديوهات عن الطيران. نعم. قلت لهم خلص بنبلش، فبلشنا مثل ما بيقولوا. بلشت اول فيديو كان يمكن عن الجرار يلي بيدفش الطائره لورا. فبعدين صار ينهار شو اسمه، نزل الاسئله علي بيسكلي، وبلشت صرت شوف الاسئله موجوده وصرت جاوب، وصاروا يمشوا الفيديوهات كابتن والناس فادي. يعني عم بيتعلموا. كابتن فادي، كونك حكيت عن الأسئلة، يعني ما هي طبيعة الأسئلة التي تردك؟ هل هي أسئلة متعلقة بحياة الطيار أم هي أسئلة تقنية تتعلق في عالم الطيران؟ هلا هن بيجوا الأسئلة على دفعتين، شو اسمه، أو مثلا في ثلاث أنواع أسئلة. عندك أول سؤال اللي هو أكثر شيء شائع، كيف بصير طيار؟ يعني كيف أصبح طيار؟ شو المعدل اللي بيكون جايبه بالثانويه والقصص. وعندك تاني صنف اسئله اللي هو انه كم اجازه عندك بالسنه، كم راتب الطيار، هالقصص. واخر اسئله بيجوا اسئله تقنيه محرزه، يعني في عندك ناس تساليني اسئله كثير تقنيه يلي عم جرب لاقي لها طريقه لعمل لهم فيديو عنها. وفي عندنا مثلا اسئله عن فوبيا بالطيران، بس اكثر سؤال بيجي هو اسئله تبع كيف اصبح طيار. نعم. عملت فيديو عنه مره بس ما كان كافي بحس، فحل حعمل سلسله فيديوهات يلي بتاخذ الناس من كيف يصبح طيار، على شو الرخص الموجوده والتصنيفات. نعم. على الوظائف الطيار في يعملون، وبعدين حياه الطيار كيف هي، هيك تكون سلسله كامله متكامله. هذا الهدف مبدئيا. نعم. طيب كابتن فادي، ذكرت ان هناك اسئله ربما تكون عميقه ومتخصصه جدا في عالم الطيران، وهذه الاسئله بطبيعتها تحتاج ربما إلى بحث وجهد من قبلك لكي تنشر المعلومة أو معلومة صحيحة للمتابعين. هل تخصص وقت من أيام الأسبوع فقط لمتابعة هذه الأسئلة والبحث في إجاباتها وعرض هذا المحتوى على التيك توك؟ يعني كم ساعة في الأسبوع ممكن تقضيها من أجل الرد على أسئلة المتابعين؟ هلا بصراحة أنا بالجمعة ما عندي اربع ايام مخصصه كرمال الاسئله تبع المتابعين بالكومنتس، يعني انا بقعد لي شي ساعه ساعتين بالنهار بس عم بقرا الكومنتس تبع الناس واقعد جاوبهم. لانه في كثير اسئله في جوابها بجمله او كلمه او كلمتين يعني، فلا بخصص منيح من وقتي لجاوب الناس. هلا بخصوص الفيديو، في فيديوهات بياخذوني دقيقه، يعني تصويرهم ثانيه ثانيتين، بس بحط الكاميرا بصور بحكي الحكي تبعي، حجيب جوال احسن عشان الصوت يكون احسن بالفيديوهات المستقبل. بس بالمبدا العام بمسك الكاميرا، انا بعرف المعلومات لانه هي مهنتي بالنهايه، بصور بحكي وهو كانت. بس في فيديوهات يلي مثلا مضطر بحث عميق، يعني مثلا في عندي فيديو عن الطياره اللي بتطير فوق مكه المكرمه، ليه ما بتطير فوق مكه المكرمه؟ هذا كان بحث عميق لاتاكد 100% اني ما عم حط معلومات خاطئه. نعم. فخاصه انه انا مثلا بعت الهم بحط فيديو جواته معلومه خاطئه. هلا احيانا فيديوهاتي في معلومات ناقصه لانه ما عندي وقت كافي اشرح كل شيء، يعني مثلا اخر فيديو نزلته عن البطاقه الاعتماديه
عم بحكي بس عن البطاقة الاعتمادية على الطائرة اللي ما عليها انترنت، بس الفيديو اللي ما عملته أول شيء كان 6 دقايق، رجعت نعم. نزلته لدقيقتين لقدر ما فيك تعمل 6 دقايق فيديو على انستغرام وتيك توك، فهمت علي؟ صحيح. فا إيه نعم. طيب كابتن يعني بس بدها درس وبحث ودراسة. نعم كابتن فادي، سؤال، هل تتعرض لمساءلة من قبل إدارة الشركة التي تعمل معها كونك بتنزل هذا المحتوى على تيك توك؟ هلا الحلو نحن عنا بالشركة، نحن كأنه عائلة صغيرة نحن بشركتنا، صحيح شركتنا شركة كبيرة نعم، بس نحن كلنا بنتعامل مع بعض كفاميلي ممبرز، يعني كجزء صغير من عائلة يعني. نعم. فلا بالمبدأ العام أنا حكيت مع الإدارة قبل ما فوت بالقصص، يعني إنه أخذت إذن لأصور يعني حتى، والإدارة قالوا لي بيعطوني مثل ما بيقولوا جايد لاينز خفيفة، وكله كان على اتفاق نحن والشركة، وبلشت واجاني دعم صراحة من الشركة، يعني الشركة حتى يعني ما في منها الشركة بصراحة، حكوا معي قالوا لي إذا بدك تعمل شيء اون لوكيشن مثلا بالمستقبل نعم قلنا احكي معنا بننسق مع بعض، وحتى بنعمل كولاب نحن والانستغرام بيجز تبعنا وتبعكم قصص هيك، سو كله بجنن بصراحة يعني. لطيف لطيف هذا الدعم من قبل الشركة التي تعمل معها. طيب كابتن، هل تفضل تيك توك على أي منصة أخرى كانستغرام أو سناب شات؟ ولماذا؟ ليك تيك توك بصراحة وصل لي أرقام عالية، يعني بتيك توك وصلت شي 210,000 مشاهد، على الانستغرام 211,000 الانستغرام، وهذا يعني نفس الوقت أنا بصراحة على انستغرام قبل بكتير من تيك توك، أوكي أنا على انستغرام قبل بكتير كتير على تيك توك، بس ما في يعني انستغرام وصل يمكن 28,000 تقريبا. نعم. وإتس يعني لما أعمل فيديو على تيك على انستغرام هو الانست ما بعرف كيف ما بفهم الالجوريثم، ما بيوسعه ما بيوزع على الناس يعني، سو فضل تيك توك لانه التيك توك بياخذ الفيديو تبعك وبيوزعه فبيوصل لاكثر ناس، وهذا الهدف اخر شيء من الفيديو انه الناس يوصل لهم الفكره، فاذا بما انه الفيديو تبعك عم بيوصل لاكثر ناس معناتها الفكره عم توصل للناس معناتها ربحنا. فالتيك توك بجنن. سناب شات ما بعرف، ما عم نجرب سناب شات، عم فكر كده هلا من فتره إن بركي بفوت على سناب شات، بس ماني مأكد صراحة، مش عارفين شو هو البلاتفورم. طيب كابتن فادي، يعني الكثير من الأطفال عندما يسألون ماذا تريد أن تصبح عندما تكبر بيحكوا إنه بدي أصير طيار، هل كان حلمك أنك تصير طيار؟ ميمي أنا كان حلمي بالحياة إنه أعمل طيار، من بعد ما حضرت مسلسل رسوم اسمه تيلسبن بلو، بس ما بعرف إذا أنت بتعرفه، بس هو عبارة عن مسلسل لديزني عن دب من جونجل بوكس بيسوق طيارة. نعم. أوكي أو بيطير طيارة بحرية. فمن أنا وبحضره بدي أعمل بلو، يعني بدي أكون مثله للدب هيدا، فبلشت حلمي يكون طيار من شيء طفولي، يعني أفكار طفلية يعني، بس مع الزمن مع الوقت كبير فكرتي للطيار وفهمت للمهنة أكتر وحبيتها للمهنة أكتر، لأنه هي بالنهاية المهنة مش لكل الناس، يعني من هيك لازم في هيجي نهار فسر أكتر عن المهنة مزبوط ليكون الناس عندهم فكرة عن حياة الطيار كيف هي، مش بس ريبان وسيارات وطيارات و... نعم. فهمت شو قصدي؟ أنه نعم. كتير ناس عندهم فكرة عن طيران أنه هي هالحياة الجلامرس نايت ستوبس كل يوم وظهرات نعم. وبلاد يعني وصص هيك، مش كلها هيك. كابتن فادي رمضان، بتمنى لك كل التوفيق، سررنا جدا بمقابلتك، لكن للأسف لضيق الوقت سننهي هذه المقابلة، شكرا جزيلا لك كابتن فادي.